أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم جميعا في دروس. عنوان درسنا لهذا اليوم التبرير الاستنتاجي للصف الأول ثانوي الفصل الدراسي الأول في مادة الرياضيات، إعداد الأستاذة جواهر وتقديم معتصم الجهني. سنتعلم في درسنا لهذا اليوم عدة من الأفكار، أولها التبرير الاستقرائي والتبرير الاستنتاجي، وراح نتعلم مع بعض أيضا استعمال قانون الفصل المنطقي، وأيضا استعمال أشكال فين للحكم على الاستنتاج، وراح نستخدم استعمال قانون القياس المنطقي، وأخيرا راح نطبق قوانين التبرير الاستنتاجي. نبدأ مع بعض الآن بالفكرة الأولى في درسنا لهذا اليوم، وهي التبرير الاستقرائي والتبرير الاستنتاجي. التبرير الاستنتاجي عندما يقوم المحققون بتحليل أي قضية جنائية، فإنهم دائما يقومون بجمع عدة من الأدلة والبراهين والحقائق لتحديد الجاني، ونسمي هذه الطريقة بالتبرير الاستنتاجي. الفرق بينها وبين التبرير الاستقرائي أن التبرير الاستقرائي مبني على المشاهدات والتخمين وأنماط لكي نصل إلى تخمين معين، وهنا الفرق بين التبرير الاستنتاجي والتبرير الاستقرائي. نشوف مع بعض أول مثال. حدد ما إذا كانت النتيجة قائمة على التبرير الاستقرائي أم التبرير الاستنتاجي. شوف الفقرة الأولى. يجري طالب مرحلة ابتدائية تجربة دمج الألوان في المختبر، قام بعدة محاولات وهي ثلاث محاولات لكي يحصل على درجة معينة من اللون الرمادي. الاكتشاف كان أنه كلما زاد اللون الأسود كانت درجة اللون الرمادي أغمق. الآن هذه العملية قامت على مشاهدات وتجربة لكي يصل الطالب إلى مين؟ إلى النتيجة. إذن راح نقول أنه استعمل هنا عدة مشاهدات لكي يصل إلى النتيجة، إذن هي مبنية على تبرير استقرائي. نشوف مع بعض أيضا فقرة جديدة. دعي خالد إلى حفل عشاء، حضر جميع المدعوين إلى هذا الحفل، إذن فقد حضر خالد هذا الحفل. الآن هنا قام بدعوة عشاء، جميع المدعوين حضروا، إذن أنا عندي قاعدة هنا أن جميع المدعوين حضروا إلى هذا الحفل، إذن خالد قد حضر بالفعل، إذن استعمل هنا حقائق للوصول إلى هذه النتيجة، إذن اعتمد على التبرير الاستنتاجي. فقرة جديدة. جميع الطلاب الذين تم تكريمهم معدلهم العام يزيد عن 95%. محمد من الطلاب الذين تم تكريمهم، إذن معدل محمد يزيد عن 95%. المدرسة هنا عندها كانت قاعدة إني أنا ما أكرم أي طالب إلا معدله يزيد عن 95%، ومحمد من الطلاب الذين تم تكريمهم في المدرسة، إذن نحن استنتجنا إنه محمد معدله يزيد عن 95%. إذن هنا لدي حقائق للوصول إلى هذه النتيجة، إذن استخدمنا هنا التبرير الاستنتاجي. فقرة جديدة. لاحظ خالد أن الجار يسقي أشجار الحديقة كل يوم جمعة، واليوم هو يوم الجمعة، إذن استنتج أن جاره راح يسقي أشجار هذه الحديقة. الآن هنا خالد اعتمد على مشاهدة أنه كل يوم جمعة يسقي الحديقة، وليس على حقيقة أو برهان أو إثبات على هذا الكلام، إذن هنا استخدم مشاهدات للوصول إلى النتيجة، إذن استخدم هنا التبرير الاستقرائي. نشوف مع بعض فكرتنا الثانية في هذا الدرس، وهي استعمال قانون الفصل المنطقي. قانون الفصل المنطقي: إذا كانت العبارة الشرطية صحيحة والفرض B صحيح، إذن النتيجة Q راح تكون صحيحة أيضا. نشوف مع بعض سؤال. مثال: حدد ما إذا كان الاستنتاج صائب أم لا اعتمادا على المعطيات مع تفسير الإجابة.
المعطيات في هذا السؤال إذا كانت ثلاث نقاط لا تقع على استقامة واحدة فإنها تحدد مستوى. النقاط A و B و C تقع في المستوى G. الاستنتاج النقاط A B C لا تقع على استقامة واحدة. الآن الفرض B هنا هو أنه ثلاث نقاط لا تقع على استقامة واحدة، والنتيجة Q هي النقاط الثلاث تحدد مستوى. الآن ركز معايا، العبارة A و B و C تقع في المستوى تحقق النتيجة Q، والاستنتاج المعطى أن النقاط A و B و C لا تقع على استقامة واحدة يحقق الفرض B. إذن الاستنتاج المعطى راح يكون غير صحيح، لأن النقاط التي تقع في المستوى ممكن أنها تكون على استقامة واحدة. سؤال جديد، حدد ما إذا كان الاستنتاج صائبا أم لا اعتمادا على المعطيات مع تفسير الإجابة. المعطى إذا أحضر الطالب موافقة من ولي أمره فإنه يمكنه الذهاب في الرحلة المدرسية. أحضر سلمان موافقة من ولي أمره، الاستنتاج يمكنه أن يذهب إلى الرحلة المدرسية. الآن الفرض B هو أنه أحضر الطالب موافقة من ولي أمره، وQ اللي هي النتيجة يمكن أن يذهب الطالب إلى الرحلة أو في الرحلة المدرسية. الآن لو تلاحظ أن العبارة أحضر سلمان موافقة من ولي أمره تحقق الفرض B، والاستنتاج يحقق النتيجة Q، والاستنتاج هو أنه يمكن أن يذهب إلى الرحلة المدرسية، وزي ما قلنا يحقق مين؟ النتيجة Q. إذن باستخدام قانون الفصل المنطقي الاستنتاج هنا استنتاجا صحيحا. نشوف مع بعض الفكرة الثالثة في درسنا لهذا اليوم، وهي استعمال أشكال فين للحكم على الاستنتاج. المعطيات إذا كان الشكل مربع فإنه مظلة، الشكل A مربع، الاستنتاج الشكل A مظلة. نريد هنا أن نحدد الاستنتاج صائب أم لا اعتمادا على المعطيات مع تفسير الإجابة. نلاحظ هنا أنه إذا كان الشكل مربع، إذن هنا الفرض، إذن راح يكون من المضلعات. ممتاز، إذن الاستنتاج أن الشكل A مضلع هو استنتاج صائب. إذن باستخدام أشكال فين إذا كان الشكل A مربع فإنه مضلع. نروح مع بعض إلى الفكرة الثالثة في درسنا لهذا اليوم، وهي قانون القياس المنطقي. يقول قانون القياس المنطقي إذا كانت العبارة B فإن Q وQ فإن R صائبتين، إذن العبارة الشرطية من Q تؤدي إلى R أيضا صائبة دائما. مثال، لدينا العبارتين الشرطية إذا عملت فستحصل على نقود، إذا حصلت على نقود فستشتري سيارة. إذن الآن لو تلاحظ أن العبارتين صائبتين، إذن راح تقول إذا عملت فسوف تشتري سيارة. إذن باستخدام قانون القياس المنطقي راح تكون هذه العبارة أيضا عبارة صائبة. سؤال جديد، أي العبارات الآتية ينتج منطقيا من العبارتين؟ نشوف مع بعض العبارة الأولى، إذا لم تأخذ قسطا كافيا من النوم فسوف تكون مرهقا، إذا كنت مرهقا فلن يكون أدائك في الاختبار جيدا. لدي عدة إجابات هنا A و B C و D. الآن نحن راح نطبق مع بعض قانون القياس المنطقي. الفرض B أنه إذا لم تأخذ قسطا كافيا من النوم، هذا هو الفرض B، النتيجة Q راح تكون مرهقا. في العبارة الثانية لازم يبدأ من النتيجة Q، أنه إذا كنت مرهقا
هنحصل إلى جملة جديدة اللي هي R، لن يكون أداءك في الاختبار جيدا. ممتاز، العبارة الأولى هنا عبارة صحيحة، والعبارة الثانية أيضا عبارة صحيحة. إذا العبارة من B إلى R راح تكون أيضا عبارة صحيحة. أي من الأربع إجابات تحققها هي الإجابة رقم B. إذ لم تأخذ قسطا كافيا من النوم فلن يكون أداءك في الاختبار جيدا. نبدأ مع بعض في الفكرة الجديدة في درسنا لهذا اليوم، وهي تطبيق قوانين التبرير الاستنتاجي. مثال: استعمل قانون الفصل المنطقي أو قانون القياس المنطقي لكي نحصل على نتيجة صائبة إن أمكن من هذه العبارات، وأذكر القانون الذي استخدمناه، وإذا تعذر فأكتب لا نتيجة صائبة مع تفسير الإجابة. المعطيات: إذا أنهى وليد عمله فإنه سيحصل على أجر، إذا حصل وليد على أجر إذن سيشتري مذياعا. الآن العبارة الأولى: إذا أنهى وليد عمله فإنه سيحصل على أجر، هذه عبارة صحيحة، وإذا حصل وليد على أجر يستطيع أنه يشتري مذياعا، وهذه أيضا عبارة صحيحة. إذن العبارة الشرطية المعطى جميعها عبارة صحيحة، إذن نستطيع أن نطبق قانون القياس المنطقي، وستكون النتيجة الجديدة أنه إذا أنهى وليد عمله فإنه سيشتري مذياعا. نبدأ مع بعض الآن بفقرة جديدة. المعطيات: إذا كنت رياضيا فإنك تستمتع بالألعاب الرياضية، إذا كنت تحب المنافسة فإنك تستمتع بالألعاب الرياضية. جميع العبارتين المعطى هنا شرطية، إذا نطبق مع بعض قانون القياس المنطقي، لكن لو نلاحظ هنا لا توجد نتيجة صائبة، إذا ما عندي فرض في إحداهما ينطبق على النتيجة في الثانية، إذا راح نقول مع بعض هنا لا نتيجة صائبة. تقويم: حدد ما إذا كانت النتيجة قائمة على التبرير الاستقرائي أم التبرير الاستنتاجي. تأخرت فاطمة 5 مرات على المدرسة، لذلك سوف تعطى تنبيها. هنا المدرسة لديها قاعدة مهمة، أنه إذا تأخر أي طالب 5 مرات سوف يعطى تنبيه. فاطمة تأخرت، إذن سوف تعطى تنبيه. إذن هنا مبني على التبرير الاستنتاجي، لأنه لديه قواعد وحقائق لكي نصل إلى هذه النتيجة. سؤال جديد: حدد ما إذا كان الاستنتاج صائبا أم لا اعتمادا على المعطيات. المعطى هنا: إذا ذهب فيصل إلى النوم متأخرا فسوف يكون مرهق في اليوم التالي. فيصل مرهق، الاستنتاج: ذهب فيصل إلى النوم متأخرا. الفرض ب: أنه ذهب فيصل إلى النوم متأخرا. النتيجة Q: سوف يكون فيصل مرهقا في اليوم التالي. العبارة الآن فيصل مرهق تحقق مين؟ تحقق النتيجة Q، والاستنتاج المعطى أيضا أنه ذهب فيصل إلى النوم متأخر يحقق مين؟ يحقق الفرض ب. إذن باستخدام قانون الفصل المنطقي الاستنتاج خاطئ، لأنه ممكن إحدى العبارات الشرطية صائبة والنتيجة صائبة، فلا يعطى أن الفرض صحيح، ممكن أن يكون فيصل غير مرهق وذهب للنوم متأخرا. نشوف مع بعض الآن سؤال جديد: أي من الطلاب استخدم قانون القياس المنطقي بصورة صحيحة؟ إذا وصل هادي الصوعان خط النهاية بعد المركز الأول فسيحصل المركز الثاني، إذا حل العداء في المركز الثاني فسيحصل على الميدالية الفضية. لدي هنا 4 إجابات، نحن طبقنا قانون القياس المنطقي. الأولى هنا هذه البي، اللي بعدها سيحصل المركز الثاني كيو، إذا حل العداء في المركز الثاني الكيو سيحصل على الميدالية الفضية، وهذه نسميها الآر. لدي هنا عبارتين شرطية صحيحة،
إذا العبارة من B إلى R أيضا عبارة صحيحة، وراح تكون إذا وصل هادي الصوعان خط النهاية بعد المركز الأول فسيحصل على الميدالية الفضية. إذا الإجابة الصحيحة هي الإجابة الرابعة. سؤال: أي من الطلاب استخدم قانون القياس المنطقي بصورة صحيحة؟ إذا أمطرت اليوم فسوف تؤجل المباراة، إذا اعتذر إحدى الفريقين فسوف تؤجل المباراة. الإجابة الآن هنا ما أستطيع أني أنا أطبق قانون القياس المنطقي لسبب أنه لا توجد هنا نتيجة صائبة. إذن الإجابة الصحيحة هي الإجابة الأولى. فقرة جديدة: إذ لم يكن المستقيمان في المستوى متوازيان فإنهما يتقاطعان. إذا تقاطع المستقيمان إذن التقاطع في نقطة واحدة. لدينا عبارتين شرطية جميعها صائبة، إذن من B إلى R راح يكون أيضا عبارة صائبة. إذن راح نقول إذ لم يكن المستقيمان في المستوى متوازيان فإن التقاطع راح يكون في نقطة واحدة. إذن الإجابة الصحيحة هي الإجابة الثانية، واستخدمنا هنا قانون القياس المنطقي. ماذا تعلمنا من درسنا لهذا اليوم؟ تعلمنا التبرير الاستقرائي والفرق بينه وبين التبرير الاستنتاجي، وتعلمنا أيضا استعمال قانون الفصل المنطقي واستعمال أشكال فين، وتعلمنا أيضا استعمال قانون القياس المنطقي، وأخيرا تطبيق قوانين التبرير الاستنتاجي. وبكذا يكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم. أتمنى أكون وفقت في تقديم هذا الدرس، ونشوفكم إن شاء الله في دروس قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.